الدولة العثمانية قلنا كم مرة أنها لم تستولي على بلاد نجد، وإنما بلاد نجد بأيدي أمرائها من آل سعود وغيرها، ما استولت عليها الدولة التركية ولا تعبأ بها. لكن لما ظهرت دعوة التوحيد خافوا منها، هم خافوا على أنفسهم من دعوة التوحيد، أجاءوا يقاتلونها ليقضوا عليها، يخافون من أنها تمتد إلى بلادهم تقلب الناس عليهم، فهم قاتلوهم خوفا منهم لا لأنهم خرجوا عليهم، ما ادعوا أنهم خارجين عليهم. هاتوا لي من أي كتاب من كتبهم أو من وثائقهم أنهم قاتلوا أهل نجد لأجل أنهم خرجوا عليهم، أبدا ما فيه، لأنهم ليسوا في ولايتهم. نعم.